الله شرفنا إليكم كثيرا يا لقائكم، شرفنا إلى لقائكم كثيرا، دخلت ما جميعنا الشيخ أجداده أتوا من بغداد، فنزلوا هنا في السودان. مين؟ نزلوا في السودان نعم. مكثوا فترة. تاريخ غير مضبوط في هذه الفترة. لكن نزلوا في السودان، ثم جاء الشيخ سلطان والشيخ رضوان هم أخوة ابن السيد يونس من 300 عام، 300 عام. نزلوا بلد تدعى وادي العرب. وادي العرب قبل بنية السد العالي قبل التهجير كانت على حدود السودان بجوار شلاتين. ثم قدموا إلى هذه البلاد الشيخ رضوان والشيخ سلطان. هم كانوا يعني عرفت الولاية والتقوى والصلاح. في السودان كان وادي ندب. وادي ندب الشيخ يونس. سيد يونس كان في وادي ندب جده. سيد محمد علوي سيد الغوص العظيم انتشرت اولاده سيد الغوص العظيم في بلاد العالم كله تحت ونار وخالد المقداد في العراق وفي بلاد الشام مصر وعمان وفي الهند وكذا وفي المغرب كل حبيبكم السيد محمد علي المالكي سيدي كان احباب سيدي احمد رضوان ياتي هنا كثير جلس كثيرا في مكانكم انتم عليه الشيخ العلوي المالكي هو من اعتقد انه هو الشيخ علوي من عباس وكان من الشيخ في المسجد الحرام في داخل باب السلام هناك كان مكان الشيخ علي بن الحسن الله يرحمه كنت في تلك السنة كان هيك 1963 أنا بجد
وصارنا مشايخنا في الإعلام، في بلد الإعلام كثيرة.
وكان سيد الشهاد حسين رام فلان ايضا اخذنا عن طريق ومن شيخ انور الشيخ الكاشميري صاحب قيد الباري ومن طريق علامه بدر العالم الديرتي المكي صاحب البدر السائل ماشي على قيد الباري ومن العلامه الشيخ عبد الشكور المهاجر المدني ومن شيخ احمد علي المقدس السعار الفوري صاحب راشد الجرانين اخذنا من هؤلاء الطرق تسليم ومن شيخ احمد رضا خان المقدس القريب من جميع الطرق نقولها مع الجرمان من الوقت القريب ومشاعر اختبار الحرمين ومولانا ضياء الدين احمد المدني هو كان من شيوخ شيخ محمد بن علي وعمار الجاي شيخ محمد بن علي اخذ عن شيخ ضياء الدين احمد المدني من تلاميذه ولكن انا اخذته ما شاء الله تريد الموضوع قبل ان هو ان اعلم عنه من 63 نفس السنه سيدي الحافظ التجاني ذلك الخليفة الدين حافظ التجاني الحافظ التجاني في المدينة المنبرة سيد محمد الحافظ التجاني من هنا بالمغرب ما رأيته ومن أسأل فلنا جميع الغماريين بن عن طريق حسين بن أحمد حسين وعن طريق حسين وكان كان يعني هو تلميذ الشيخ الإمام يوسف بن إسماعيل الغاني عندهم كان عن شيوخ أساتذة كثير ولكن عندهم ملازمة طويلة عند ثلاثة من الأساتذة واحد من يوسف بن إسماعيل الغاني وأعطى كل طرقه وأعطى الثاني شيخ عبد الغماري صديق صديق والده الغماري كان شيخه وتلمذ عليه ولازم عليه مدة طويلة والثالث شيخ عبد الحي الكتاني عبد الحي عبد الحي الكتاني كان من ابناء الشيخ محمد بن جعفر الكتاني وكان يعني ابن عم الشيخ محمد المكي الكتاني رئيس ولاة علماء الشام وكان اخذ عنه ولما يعني الاتصال بالاسانيد المغاربه عن طريق شيخ محمد الفاتح الكتاني ابن شيخ محمد المكي الكتاني وعن طريق شيخ حسين بن احمد حسينان وعن طريق شيخ علي بن القاسم من المغربيين والى اليمن لكن انت تقول الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ محمد الكتاني محمد والى الاسانيد المسلمين ليس عندي مباشرة من سنة المسلمين ولكن الطريقة ساعتزة تصيرون بإسناد العلامة الأمير نعم في كل يعني حوالي عندي أكثر من 300 سنة متصل ولكن من كثير من أسانيد المسلمين لا بد أمين يعني جاء في سيد أسانيد في سيد بخاري في مسلم كثير من أسانيد يتصلون وبعده إلى المدينة فضيلتكم ذكرتم عمدة المسلمين المتأخرين العلامة محمد عبد الحي كلهم من الشيخ الأمير الكبير ومن أسانيد الذكريين كثير سالم المسلم وكثير أسماء في أسانيد كتب كل أسماء في سبت عندهم أسباب الجواهر المباهرة من أسانيد الذهر موجود كله السبل الوهبية من أسانيد الذهبية ليا دس برا لا سيد أحمد بن الصديق له سيد أحمد بن الصديق الغمالي له شيوخ مولانا في الصعيد من مشايخ الشيخ عبد الله يزن وكان من تلميذة مولانا الشيخ أحمد رضوان سيدي أحمد ذكره كثيرا في كتب وهو يروي من طريقه سبت الأمير الكبير ذلك سيدي محمد المتصل بالله الكتاني كانت بينه وبين سيد الشيخ محمد رضوان علاقة وطيدة وحب تبادل يعني وسائل الدعاء وإذا كان إلى سبعينات
نعم. ما في الثاني. نعم. هو أيضا هو في السبيل. نعم. الإنسان فقراء. وهكذا أردي كثيرا عن البغدادين كل الهويات وكاسر والكسير سيرنا تأكل عبدي وكي ذكر عن تأكلين وهكذا سيرنا شامتين أمير أبتل المعلم وهكذا أخذ شيخ الباقية وكسر من شيخ عبد الرحمن ونحن من شيخ وعن عبد السلام وكسر البغدادين وإلا إلى صاحب علم المعاني